ومعنا الآن بالهاتف زميلنا عامر عياد. عامر، مساء النور، صح شريبتك. مساء النور، صح شريبتكم. مرحبا بك يا حسين، ومرحبا بضيوفك الكرام وبكل مشاهديك. إذا قضت البارحة الدائرة الجناحية بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس بسجنكم عامر 4 أشهر، والإعلام وعفوا والنائب عبطيف العلوي ب3 أشهر. تذكير سريع لو ممكن سيد عامر بمجريات المحاكمة العسكرية، التي نذكر أنها هي الأولى من نوعها التي تقع للصحفي منذ الاستقلال، يمرر ويحال على القضاء العسكري، وحتى سجنت بحالة إيقاف أكثر من شهرين تقريبا. نعم حسين، بعد إحالتي بحالة إيقاف منذ شهر أكتوبر الماضي، تم إحالتي بحالة سراح يوم 25 نوفمبر، ثم تأجلت القضية إلى يوم 20 جانفي، وتم التصريح بالحكم البارحة بسجني لمدة 4 أشهر، وسجن النائب عبد الطيف العلوي لمدة 3 شهور. على كل هذا الحكم يدلل على ضعف الانقلاب، هشاشته وعبثيته، لأنه لو كان انقلابا قويا ما خاف من الكلمة، لو كان انقلابا صادقا ما خاف من الصدق، ولكنه انقلاب عبثي كاريكوزي 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 سامحني. نعم، انا المعاني اللي حبيت نقولها ولنستخلصها من هذا الحكم، ان اليوم يلزم التوانسه يفهموا ان حريه التعبير اللي هي المكسب الوحيد تقريبا اللي خرجنا به في السنوات الماضيه هو مكسب مهدد من طرف سلطه الامر الواقع. القطاع وكل التوانسه اذا ما توحدوش للدفاع عن هذا المكسب، راهو البلدوزير نتاع الانقلاب باش يوقف تشريفه، وغدوه باش نتباكاو على هذا المكسب. وهاكم تشوفوا الراجل بدا بغلق بالجزيره منذ 25 الماضي، جويليه الماضي، ثم بغلق قناه الزيتونه، واعاد نسمع حنا بعل بعد ما دخلهم البيت بتاعه، وكل يوم نسمع بسجل مدون او صحفي. نعم، امس كنت انا وشذاب بن مبارك، وبعد ما كان خليفه القاسمي، اليوم شهرزاد عكاشه، تم ايضا الاعتداء على خوله ابو كريم رئيسه التحرير موقع كشف ميديا وزميلها ايمن، اضافه الى عشرات المدونين اللي يفتح ضدهم ابحاث بسبب معارضتهم لهذا العبث، عبث الانقلاب، واخرهم عبد الوهاب الهاني. حسين، حريه التعبير وسلطه الاعلام هي حصن فعلا مهدد، والانقلاب يضيق صدره من حريه الكلمه ومن كلمه الحق. حريه التعبير والصحافه مش خط احمر وهمي مرسوم بقلم رصاص تمحوه التقاطعات ولا التوافقات ولا موجات المناجدة الصحفية، وإلا يبهت لونه بتغير الفصول السياسية وإلا المصالح القطاعية. يلزم المنقلب الحانث بالدستور يعرف أن حرية الصحافة والتعبير خط أحمر حقيقي وثابت، وربما يكون هو الخط الوحيد الثابت. نعم، اللي تعير وتقاس على أساسه مسافة الصحفيين من الصحافة. على كل الأسف الشديد ما ذكرته عامر من وقايع ضحيتها صحفيون وإعلاميون، يناقض تصريحات رئيس الجمهورية الذي مفاته يؤكد آخرها في مداخلة لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، يؤكد فيها أن حرية التعبير وحرية الإعلام مضمونة. نذكر عامر مرة أخرى أن ما وقع لكم السابقة، لأول مرة في دولة استقلال يحال صحفي وإعلامي على القضاء العسكري. عامر، كل الإسناد، كل الدعم. مرة أخرى، حرية الصحافة خط أحمر كما قلت عامر، وحتى إن أخطأ في أقصى الحالات الصحفي مدارنا المرسوم 115 مش المحاكم العسكرية. على كل عامر، هو الحكم هذا أنتم في حال سراح، وأكيد سادة المحامون سيستأنفون والاستئناف يوقف تنفيذ. عامر، خليني قبل كل شيء نشكر السادة المحامين والمحاميات اللي بصراحة جندوا للدفاع على هالمكسب، مكسب حرية التعبير. نحب نشكر أيضا كل الأحبة والأحرار اللي أخجلونا برسائلهم ومكالماتهم. نحب نشكر أيضا إدارة قناة الزيتونة اللي ما فتئت توريني بصراحة وقوفها المعنوي والمادي معايا. على كل، أنا عهد عليا باش نواصل قول كلمة الحق، باش نواصل فضح الانقلاب بكل ما تسعفني بها اللغة. التراجع بالنسبة لي يعني خيانة، ولن يثنين السجن ولا الاعتقال ولا التضييق ولا المراقبة، وحتى أرواحنا مستعدين باش نقدموها فداء لتونس باش ينعم أولادنا بالحرية. شكرا لك حسين على هذه الفرصة. شكرا عامر، دمت قلما حرا، ودامت الصحافة والإعلام الحر سلطة دائمة غير خاضعة لسلطة الدبابة. شكرا عامر.